بنقعد هنا. ازيك؟ الله يخليك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام، نحمد ربنا. عينيكي حزينه ليه؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حياة. ولا صلى على النبي. الصلاه والسلام. بصراحه مش مصدق. ايه انا يعني بنقابل كل الناس، كل سنه طيبه. انت طيب. مالك فيه ايه؟ مفيش، الحمد لله نحمد ربنا، الحمد لله على كل حاجه. مشكله؟ لا، عندي جلطه بس في رجليا وتعبانه شويه. معلش معلش. والناس بتعملي ايه طيب؟ ابدا، كنت بشتغل في شغل التطريز كده. و شغل ايه؟ شغل التطريز. تطريز. على ايدي. يدوي. حلو ده. فكنت بسلمه لحد هنا كده والحمد لله نحمد ربنا. خدتي كام بقى النهارده؟ لا ده هم حاجات بسيطه كده، يعني الحتتين او تلات حتت اللي بعملهم بتاع 40 50 جنيه كده. رضا الحمد لله. ده رضا قوي، ده رضا، ده رضا قوي. طب يعني دموعك يعني في ايه؟ يعني في مشكله كبيره عليك؟ فلوس؟ عليا فلوس 30,000 جنيه، ومعايا بنت عايزه اجوزها، فالدنيا يعني مش مظبوطه معايا. جوزك متوفي؟ متوفي. وعندك بنت؟ عندي بنتين، واحده اتجوزت والتانيه لسه معايا مخطوبه، والمفروض تخش على شهر 11 اللي جاي. عليك فلوس كام؟ 30,000. يا رب. بقول كده قاعده، بقول يا رب والله. بقول يا رب الحمد لله. معاشك كام؟ معاش جوزي باخده 900 جنيه. رضا الحمد لله. الحمد لله. بس هو الجواز اللي عمل لك مشكله بتاع بنتك؟ قولي يا رب. يا رب الحمد لله، بحمد ربنا الحمد لله. الحادثه دي ولا ايه؟ كانت انبوبه الصغيره ديت قاعده بعمل عليها شاي وراحت ضربه في وش. الحمد لله بحمد ربنا، انا احسن من ناس كتير الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله ستر ربنا، سترها الحمد لله. كويس، ما فيش دموع بقى. الحمد لله طبعا، شفت حضرتك ما فيش دموع طبعا. ربنا يخليك. قعدتي ايه؟ تعبانه مش قادره تمشي؟ انا مش قادره امشي، قلت اقعد شويه كده واقوم اخد بعضي. واخد دواء عليك الجلطه يعني ولا؟ الحمد لله باخد حقن اللي هي في البطن ديت، وباخد بتاع التجلط دي. واخد عندي برضك حساسيه عندي القلب، فبقى شويه كده. عندك الرضا؟ الرضا من عند ربنا، الرضا من عند ربنا الحمد لله. احنا ماشيين تحت خيمته. الحمد لله يا رب. الحمد لله احمد ربنا. في صبره طبعا طبعا. على فكره انا جوزي كان راجل ضرير والله. والله كان منجد افرنجي. كان بيشتغل شغل جامد جامد، وكان معيشنا عيشه حلوه، بس هي جت الزمن علينا. هو ضرير وهو بيشتغل منجد؟ توفى من كام سنه؟ لا هو متوفي بقى له يجي 8 شهور اهو. 8 شهور قريب. فالدنيا طبعا جت بقى الفتره الاخرانيه دي. خش لكم دخل وبعدين راح بقى. طبعا. بيدخل كام في الشهر؟ هو كان يعني بيدخل في الشهر حاجات برضو يعني مش للدرجه، يعني ان هو كان بيشغل بايده والطعم بيومه، فما كانش يعني للدرجه يعني، بس كان ساترنا الحمد لله، الله يرحمه ويسامحه. بصي الستر من عند ربنا طبعا طبعا. واحنا بنسجل هنا شايفك وشايف، ببص على عينيكي كده بحس بالعين اللي فيها حزن. اولا اللي يقول يا رب عمره ما يحزن. لا طبعا انا لا تحزن، ان الله معنا. ايوه طبعا الحمد لله نحمد ربنا. عارفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو بكر لا تحزن ان الله معنا. ايوه طبعا. دي كلمه سر لكل واحد حاسس ان هو متضايق او كذا، لا تحزن. الحمد لله ان الله مع الصابرين. ان الله معنا. انت صابره يعني. الحمد لله الحمد لله، رضا من عند ربنا. بصي هديك الجايزه بكسبك. بتقولي اختيارات، الكوع البوع كوع اطول عظمه في ابهام اليد، والبوع اطول عظمه في ابهام القدم، دي اجابه واحد. او الكوع اللي هو في الرقبه والبوع في البطن، او الكوع في الراس والبوع اللي هو في الرجل. واحد ولا اتنين ولا ثلاثه؟ واحد اتنين ثلاثه. واحد. كل واحد. ربنا واحد. لا طبعا كلنا واحد وربنا واحد الحمد لله. تكسب؟ لا. تكسب يا جاوبت صح؟ تكسب. الناس اللي بره اسمع كده، تكسب؟ تكسب. الكوع والبوع كوع اطول عظمه في ابهام اليد، والبوع اطول عظمه في ابهام القدم. دي الاجابه، لكن الجايزه رايحه للوجه الطيب. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يبارك لك. بصي مهما كانت ملامح الزمن بس قلبك ابيض يعني، ربنا يشفيكي. الحمد لله الحمد لله، رضا من عند ربنا الحمد لله. صبره الحمد لله، الحمد لله انا صبره على حاجات. طيب بدرة هدية السيد الرئيس بتروح للست، اسم حضرتك ايه؟ هدى محمود. هدى محمود.
هدى محمود اللي بدأت اللقاء وهي بتعيط لسه في دموع ولا ايه؟ مبروك عليك. الله يبارك. مبروك. شكرا. سد دينك وتجوزي بنتك. ربنا يخليك يا رب. مبسوطة. ربنا يخليك. طبعا مبسوطه، ده رضا من عند ربنا. ده رضا من عند ربنا. اه طبعا هسد الدين. فرحانه طبعا.